عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا بكل مكان، هلا وحجية. حبيبي السلام عليكم حبايبنا، ان شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. إن شاء الله يا رب العالمين. حجية شو رح نسوي اليوم؟ اليوم رح نسوي دجاج على البطل. يا بدجاج على البطل، هواي طلبوها من عندنا لأن سويناها قبل كم يوم، مو حجية؟ ايه ذاك الأسبوع. زين، فهواي طلبوها من عندنا إنه نسويها وحدها ويا التتبيلة مالتها. طبعا أكو هواي أسئلة عليها رح نجاوبها هسه ويا الحجية خطوة بخطوة. خليكم ويانا ويا التفاصيل ونشوف الحجية ايش محضرتنا اليوم، وعاشوا. حبايبنا ويا الحجيه، حجيتنا ايش عندنا هنا مكونات؟ اول شيء هاي تتبيله الدجاج، مو؟ هي تتبيله، لان هواي اسئله وعاد تتبيله مال الدجاج، فاحنا راح اليوم نشوفهم تتبيله مال الدجاج والطريقه كلها كامله. ان شاء الله. فشنو ايش راح نبلش؟ هاي هنا نص خاشوقه صغيره باودر مال ثوم. زين. هاي نص خاشوقه صغيره نفس هاي الخاشوقه باودر بصل، هنا نص خاشوقه زنجبيل، هنا نص خاشوقه بابريكا، هنا نص خاشوقه فلفل اسود، هنا خاشوقة وسط بهارات الدجاج. بهارات الدجاج، زين. خاشوقة كبيرة ملح، وهنا خاشوقة كبيرة متروسة لبن. وهاي هنا الدجاجة كيلو ونص. كيلو ونص، وهنا عندنا عين شنو؟ البطل. هذا البطل. هذا وهنا طبعا الكاسة اللي حجية راح تشتغل بيها، زين حجية خلينا نبلش هسه. هسه راح نخلي خاشوقتين زيت. أول شيء أي خاشوقتين زيت نباتي. نباتي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هاي المكونات كلها عم تتبيلة الدجاج حجية؟ ايه زين. هاي اللبن، هذا اللبن، لان اكو سؤال مثلا على الطريقة مال الدجاج مال البطل، فش قالوا اريد نعرف هم شنو التتبيلة مال الدجاج شلون. حلو؟ ايه هسه هاي التتبيلة، هاي التتبيلة هسه مثل ما راح تشوفوها شلون حجية راح تسويها بالتتبيلة وشوفون. وسألوا مثلا البطل يظل يعني مفتوح لو مسدود؟ لا مفتوح، البطل راح يظل مفتوح بهالطريقة. وقالوا يا بشون البطل مال استراليا يتحمل يعني البطل العراقي ينكسر؟ لا لا. زين، هذا مثل بطل المعقم، كنا نجيب حليب معقم، تذكرون حليب اي البطل اي، فيعني يتحمل هذا، يتحمل حرارة. إيه. بس شنو يعني بدقة يشتغلون فيه حتى ما يطق البطل. غسلتها بمي وخل، اي نقعتها 10 دقائق. زين، نظفتها يعني غسلتها زين، وهسه راح نخلي اول شيء بطنها. يعني ويا هذا المنظر ما قاعد اقدر اعلق حجيه، فانت كملي يعني شغل، لان الريحه تعرفون صايمين هسه، احنا باقي لنا ساعتين للفطور، فهي الريحه هسه بلشت تطلع من هاي التتبيله. ايش نسوي لها مساج؟ مساج ها؟ رحم الله والدك حجيه. يا بسوي لها مساج هالشكل زين عيني، وان شاء الله هي راح تنسى وين تنضرب بالجزمه بالفطور. اخليها هنا انا اي بيها 10 يعني. دقائق زين، شوف شلون تتشلب. اي وهاي هنا انا امن عليها تتبيله زين، وخليها هيك 10 دقائق ان شاء الله ونرجع لكم. ان شاء الله يا بخليكم يعني 10 دقائق ونرجع لكم. بس شنو حكي هاي مشبكات؟ مشبكات اي. هسه شو نسوي؟ اشعل الطباخ. اشعل الطباخ الفرن يعني. اي زين، لما سألوا على الفرن جوا وفوق هم يشغلوه؟ لو بس جوا، لو بس جوة. فوق بس جوا اي، فوق ما يتشغل. اي خاصة فيش أكلة يعني، فيش أكلة ما يعني الفوق ما يشغل. زين، بس الجو، بس الجو. زين هسه راح أخلي نانا اي مي بارد، هاي من البورد، مي بارد من البورد. هاي شنو؟ شوف هاي الأخير، خلي إيدك، خلي إيدي يعني؟ اي اي ثلج، ما هي كلش بارد هذا. زين
هي بارد. حلو، هسا ما بارد خليه جوا ونبلش من عنده مو؟ اي هسا ان شاء الله. زين. خليه هيك مي بارد يابا. هسا هاي هيك مي بارد. زين. راح اخليه هنا في الفرن. لان بعد بارد الفرن مو حار. اي هسه تو شغلتي لما لما نريد نخليها ساعيتها احنا نشغل الفرن. هسه الفرن مو شغال. بلي هسه شغال، هسه شغلته وخليت الصينيه. زين. هي اي بارد. اي هي شغاله اشوف هسه انا. لان ما يصير يحميه يحط الصينيه يعني ما حد. اي يعني هسه بكل الاحوال هسه احنا ايش سوينا؟ احنا هسه خلينا مي بارده هنا أنا. تمام؟ وهسه راح يبلش يحمي. ايه هسه نرجع للدجاجه. هسه هو بارد هخلي البطن. ها زيابة انا افتهمت وياكم. أيه. يعني هسه ما تخلي ما تنتظر المي يحمى وتخلي البطن. لا هو بارد هالشكل تخلي البطن على مود شنو يبلش البطن هم شنو بيشوفوا. هسه هاي مي بارد. مي بارد عمود يصير شنو كله يحمى سويه. أيه. ما يطق البطن. اي افتهمت. البطن المي اللي تخليه بيه يظل على طول يعني. يظل على طول هذا مزود. يعني ما ينقص من عنده شيء. ايه هالشكل اوكي. زيان. تمام. هسه يا بس هنا الطريقة هذا بطل مي بارد. اي زين هاي الدجاجة اي هاي الدجاجة هالشكل هاي نخليها على البطل. حلو هسه خلي اغسل ايدي واحطها. زين والله قليفة هاي الدجاجة حجية تلعب حديد. شلون واقفة. زين هسه اي هسه المي بارد هنا انا. اي بالضبط هنا هنا المي بارد. طلع لي اياها شوي الصينيه. اي اطلع لك اياها الصينيه هاي اسحبها. اي اسحب بعد اسحبها اسحبها. اي زين بس نخليها شكل هاي مي بارد. هسه مي بارد بعد. اي اوكي يبالك. اي لا زين تفضل. هسه احط ايدي يتاكدون انها مي بارد. لا هسه مي بارد حجيت صادقه معوده هسه على ايدي بعد عم بارد ثلج بعد. وهذا بارد. اي زين بس يصير يفور ينقص المي كله مي حار مي فاير. اي يعني بعد هسه هسه من هنا عين هسه هذا بارد وهذا بارد هسه. ايه. بعدين لما يحمى هذا ويفور ويبلش ينزل تقوم تضيفون مي حار مي حار بعد ماكو مي بارد. ايه. عم بده يطق البطل. اي يخلون مي بارد يطق البطل. حلو كلام تمام. اجي هسه ايش راح اخليها هاي بالفرن؟ ساعتين ان شاء الله. يا بساعتين راح نشتاق لها هوايه. تعرفون اليوم احنا شنو واحد صايم هسه بعد ساعتين راح يفطر يعني هي الفطور تجهز. زين حجيه هسه هاي اليوم وجبتنا احنا دجاجه مشويه على البطل. إيه؟ خوش شنو تسميه. إيه؟ بس ايش تاكل وياها يعني ايش راح نسوي وياها مثلا صوص يعني صوص شنو؟ صوص الثوم. يعني الثوم. جزيل الشكر على التعليقات الحلوه الرائعه المبدعه مثلكم اللي قلتوها عن الحجيه وعني وعن يوسف ما قصرتوا. سلامكم ليوسف همين وصل وهو يسلم عليكم. عبال اليوم يصور ويانا بس اليوم شويه هو مشغول فباكر ان شاء الله او يعني بالفيديو الجاي ان شاء الله يصور ويانا. وبالنسبه للدعاء اللي قلتوه للحجيه جات قدامكم دعيت لهم دعاء الحجيه. والله دعيت وهاي اخر ايام العشرة الاخيره ان شاء الله ادعي لهم لكل المتابعين ان شاء الله. يعني ان شاء الله ما قصر باي احد. وبالاسم هم اكو ناس قالوا يابا اريد دعاء خاص يعني هذا الدعاء الخاص ترى هو يعني بالاسم هي الحجيه تدعي بالاسم يعني بكل صلاه عرفت شلون؟ يعني مجموعه لان هواي اللي طالبين الدعاء فتاخذ مجموعه مجموعه وبكل صلاه تدعي لهم وانا هم ادعي لهم ترى مو بس الحجيه والله انا واصله ورحم الله والديكم ورمضان كريم عليكم وكل عام وانتم بالف خير ان شاء الله يا رب. والله هم متابعين طيبين الله يعطيهم الصحه والعافيه يا رب ودائما ان شاء الله ادعي لهم كليتهم. ما قصر باي احد شي يريد هو رب العالمين هو يجربي هو يحقق للامان ان شاء الله. ان شاء الله يا رب العالمين. والله احنا صرنا عائله كبيره ما شاء الله هسه عرفت شلون فدائما واحد يعني هو دائما يطلب من عائلته فاحنا كنا عائله واحده واللي يطلب اي شيء احنا حاضرين بالخدمه وما نقصر ان شاء الله. فهسه عن شنو هسه عندنا هاي ساعتين وهسه راح الحجيه راح تسوي لنا الصوص مال الثوم الطيب مالتها هم راح نشوفه ونرجع لكم وخليكم ويانا. واكو هم صح اكو شغله حجيه سالوني على شو اسمه على الطباخ زين. إيه. قالوا الطباخ يعني شو طباخ زين وكذا وهاي هذا طباخ اي نوعيته كل الزينات هذا الطباخ هذا زين فا اي بي هذا الفرن بي جريل مو حجيه هذا الجريل اللي فوق. إيه هذا الجريل اللي هو ما شوي اذا تقدر هم تسوي دجاج تشوون بيه يعني تشوون بيه هو شغلات الجريل هذا الفوق زين وهذا هو اربع عيون هنا هو كلش يعني
سموه سموث اللي هو سلس يعني بالشغل بالحركه مالته، كلش طباخ ممتاز. انا جبته بصراحه هذا على مود شنو، على مود المطبخ يعني معمول بهالطريقه هاي، فلازم تجيب فد شي حجم معين عمود يقعد بهالمكان مال المطبخ، عرفت شلون؟ لان المطبخ هو مجهز بهالطريقه هاي مثل ما تشوفوها. زين هذا فوق، وهاي من هنا جوا، هاي من المغسله، هاي كلها هو مرتب بهالطريقه. هذا البنش هذا اللي هنا، هذا كله رخام الفوق هذا مركب، فاي فلذلك هذا شو اسمه الطباخ جبته هذا الحجم. مرتب اجيب الحجيه اكبر، وقلت لها يمين اقص من هنا من عنده، واجيب لك مثلا ابو 6 عيون يعني كبير، بس اقص لازم من هنا. فقالت لي مو تخرب هاي الكوميدينو، ما حبت تخرب هاي الجهه، عرفت شلون؟ هاي نفس الحاله، اذا اقص من هنا مثلا من هاي الجهه هاي راح تخرب هاي بعد. بس هو كافي اي يعني. بس تقول الحجي هذا كافي عليها يعني، هي عجبها بوقتها زين واشتريت. يعني بالنسبه للشنو للمطبخ، هواي قالوا لنا يعني المطبخ هي الحجيه، هذا الديزاين الكلاسيك هواي تحبه. شوفتكم هاي الفراجين الحلوه الملكيه مال الحجيه، هاي كلها شنو يعني قديمه، هاي مال 40 50 60 سنه زين، هاي كلها شغلات قديمه يعني تحفيات يعني اثريه، عرفتوا؟ ليش ما صورتكم اياها ذني همين اللي هناك، خليتهم تعتزبين هواي هواي تباوع عليهم. شوفون هاي كلها من هناك لهنا، هاي كلها هاي مال الحجيه التحفيات. زين عيني، فشنو عيني هم ننسى اكيد الدهن الحر. الحجيه تبغى تقول لها فضل الدهن الحر اليوم، اكيد ما راح ننسى الدهن الحر زين. والفيديو موجود على القناه، فعيني راح نرجع لكم هسه بعد شويه، خلينا نشوف الحجيه شنو النكست ستيب اللي هي الخطوه الجايه. وعشنا الصوص مال الثوم، شنو حجيه ايش راح نسوي هسه؟ هنا راح نخلي نص كوب مي. نص كوب مي. أنا راح أخلي ثوم. هذا شنو يعني؟ هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة. خمس حبات ثوم. زين. ملح خاشوقة وسط، ولمندوزي خاشوقة وسط. لمندوزي اللي هو ملح الليمون اللي ما يعرفه يعني. نعم. وهاي هنا خاشوقة شطة. شطة وسط همين. اي راح تجي هذا الشطة اختياري يعني، اللي يحب حار اوكي، اللي ما يحب حار ما مو الا شطة. هنا عندنا بياض بيضة واحدة مو؟ ايه. هذا بياض بيضة واحدة. ايه. والكمية على حسب ما تريدون. صار تخين هسه. ما نخلي بعد ثوم عليه؟ لا لا ما يحتاج. هاي بس خمس سنون. خمس سنون هذا عيني ثوم. اي وخليتها تقريبا نص كوب زيت، يعني تقريبا اخذت نص كوب زيت محجية؟ اي اي. شوف عيني الثوم مالته. شوف هذا التغن حجي بلش ممتاز مو؟ بعد شوية. بعد شوية رادلة؟ زين. تخلنا بعد أكثر. بس شنو حجي؟ بس هيك زين. حلو ممتاز. صان ديرا ديرهم بهاي الطاسة؟ والله شكله كلش حلو هذا يعني شنو الصوص مال الثوم حلو مرتب. عشان
يطلع الدجاج من هنا تغمس من هنا وتضرب على السريع. ها حجيه زين هسه خلينا نشوف هنا حجيه نشوف الدجاج. صار تقريبا نص ساعه هو اي خسر نص ساعه هسه قاعد المي تفور هسه المي قاعد تفور اي بطن يعني هسه هذا اللي بطنه بطل البخار مالته هو يستوي دجاجه من جوا اي إيه البخار يعني زين شنو انا خليتها بهاي لان عريضه اي يعني هي شويه غميجه اي غميجه تتحمل يعني مي اي ذيك المره سويناها بيها لا تخلي بيها مي وتخلص هاي احسن اي هاي احسن هاي اخذت كميه يعني من المي تكون صينيه كبيره اي وغميجه غميجه تكون احسن لان تاخذ مي اكثر ولما تنشف طبعا ديروا لها بالنسبه لهاي المرحله بعد منها ورايح كله مي حار يعني بعد خلص لان حجيناها من خلت مي حار جاهز شو وقت ما ينزل هذا المي الحار تخلي مي حار مباشره يعني بس ما نخليه على الاخير يخلص المي اي ما نخليه يكون بشويه زين ماشي حبايب هاي اول نص ساعه وان شاء الله مثل ما قلت لكم النار بس من جوا عرفت شلون وما يحتاج من فوق نار لهاي الاكله يعني لهاي الدجاجه فبس من جوا ان شاء الله حجي وسؤال ثاني يقولون درجه الحراره الفرن ايش قد تكون 180 درجه من الاول للاخير يعني لا تصعدين ولا تنزلين لا يابا 180 درجه والنار بس من جوا عرفت شلون يعني ما تشغل نار فوق وجوا وهاي لا بس النار من جوا عرفت شلون ايه. مو صحيح ايه. حاضرين تأمرون امر ان شاء الله يعني احلى دجاجه اليوم والله العظيم شوف الحجيه ايش قد حلوه وهاي الدجاجه من حلوه وانا شنو اليوم اقول لكم اسكتوا وخلوها يعني طاقني الجوع والحجيه ايش تقول لي كل شويه اصبر يمه اصبر ان الله مع الصابرين قلت لي ايش اسوي العاد يمه وانتظر اذان المغرب ياذن وافطر ايش اسوي يعني لازم اصبر بالاول والاخيرا زين يعني فانكم ويانا بنرجع لكم ويا المراحل شوي شوي ان شاء الله ان شاء الله حبايبنا مرت ساعه ونص همين وصارت ساعتين هسه وشوف الترتيب طبعا هاي الحجيه ما خليتي مي عليها لا ما خليت لان هاي شويه حافتها عريضه غميجه اي فخلت بها مي يعني هوايه فاجي بيها محتاج ان اخلي بعد مي محتاج انه يخلي بيها بعد مي يعني زين يعني على الميه الاولى اي اذا تستعملون من هاي يعني شويه غميجه هاي شو اسمها الطاسه او الصينيه اذا غميجه وتخلون بيها نسبه كميه مي يعني زينه فبهاي الحاله بساعتين تكفيكم بدون ما تضيفون عليها مي حار ايش كلش ممتاز وشوف المي اللي بالبطل بعده قاعد يفور شوفوا الفقاعات بعدين ليش عمود البخار مالته كله ضبط الدجاجه زين جيس شنو راح نطلعها؟ ان شاء الله ان شاء الله بسم الله يلا بسم الله حجيه هسه راح نطفي الطباخ طفي الطباخ بسم الله الرحمن الرحيم ساعدك حجيه تعرف شلون لازم مالته ما شاء الله شوف يا حبايب شلون عيني الله شغل عدل من الاخير شوف الدخان هيجي دخان هذا شنو يعني البخار كله فات من جوا زين وستواها من جميع الاتجاهات هذا طبعا البخار من جوا من البطل زين هشيلها حتى يشوف البطل مفتوح اي نعم البطل مفتوح طبعا هسه هشيل الحجيه بس هسه هذا نار وهذا ما تقدروا تنظفوه اذا مو حجيه لازم يبرد يبرد كامل يعني فد كم ساعه يعني تخلوه كم ساعه لحد ما يبرد هو المي يلا تنظفوه لان بس اي لان بس يجي عليه مي يعني بارده وهو بهالحراره هاي يطق فتخلوه يبرد كم ساعه مو لا خليه يبرد للاخير اي اي خليه يعني ثاني يوم مو مشكله همي خلوه الثاني باقينا احنا ان شاء الله نشوف الجو دنيا مغرب باقينا نص ساعه ان شاء الله اقل من نص ساعه للفطور شلون مستوية حركات كلش حلوة هاي بتيتا حجي هاي طبعا هنا عندنا الثوم حبايبنا هاي البتيتا هاي الحجية طبعا هسه احنا بسم الله يعني حبايبنا هاي الترتيب مالتنا طبعا هسه الدنيا مغربية وباقينا تقريبا ربع ساعة على الفطور فشي كلش قليل خلينا نشوفكم شيء ثاني شنو اي عندي صينيه اكبر يعني هم تطب الفرن زين يعني واحد يريد يسوي فد ثلاث دجاجات اي نعم يعني يقدر يخلي هنا واحده وهنا واحده وهنا واحده وهنا واحده اي يخليها ثلاث ارباع المي ما يحتاج اصلا يخلي لها اي مي يعني تخلي ثلاث ارباع المي بيها هاي اذا غميجه واذا كبيره بهالطريقه هاي ايش فيها بس اصلا اي يعني انا على شبري يعني شبرين خلينا نقول يعني فد كبيره يعني يعني خلينا نقول هاي فد 40 سنتي يعني مدور يعني 40 سنتيمتر زين فعندكم هاي تخلي بيها تقدر ثلاث دجاجات اذا عندكم عزيمه
اي يعني اذا عندكم عزيمه مثلا شو تسوون؟ تحطون 3 بطاله 3 دجاجات تقدرون تسويها بنفس الوقت مو حجيه؟ اي نفس الشيء. فرح ماله وايدش حجيه، يعني دائما مخجلتنا حجيه بهاي الاختراعات الجميله اللي تسويها حقيقه. يعطيك الصحه والعافيه. ماشي حبايبنا، هاي يعني الدجاج على البطل، وهذا الثوم مثل ما شفتوه، هاي طبعا البتيتا هاي الفطور. ماشي حبايبنا، وعيني هسه وصلنا لنهاية الفيديو. مثل ما شفتوا هذا الدجاج وهاي الثوم والبتيتا، بقينا تقريبا 10 دقائق على الفطور، فعاشتي ليش حجية وما قصرت اليوم. وإيدك بارك الله فيك، إن شاء الله يجربونه وينجح وياهم ويأكلونه بألف عافية. إن شاء الله مثل ما قلت لكم أمي الحجية، إن شاء الله تجربوها وتنجح وياكم. طريقة إن شاء الله مو صعبة، التتبيلة مال الدجاج اليوم شرحنا عنها، الفرن والحرارة مالته، الطريقة اللي تخلون بيها المي بالبطل بالطاسة يعني اللي خلتها الحجية، كلها انشرح عنها وصارت إن شاء الله سهلة مو صعبة. أشكر الكل التعليقات الحلوة اللي قاعد تكتبوها، ما قصرتوا، قاعد نقرأ كل تعليقاتكم، وآسف دائما أقولها الحجية ما تكتب تعليقات، يعني ما تكتب أي تعليق باليوتيوب، أنا اللي أكتب التعليقات، بس أنا أخلص دائما من اليوتيوب أطلع أشتغل، عرفت شلون؟ فأكون مشغول، فمرات أقدر أجاوب مرات ما أقدر، فأعذروني لهي الشغلة دائما أقولها، لا تزعلوا من عندي، إحنا كنا عائلة واحدة، وجودكم هو سبب نجاحنا وسبب سعادتنا بهذا الشغل اللي قاعد نشتغله. إن شاء الله نشوفكم في فيديو جديد مع تحياتنا قائد الفريق أمي الحجية، وأنا ابنها محمود من استراليا، وفي أمان الله. السلام عليكم. مع السلامة.